لا يعني الدوافع عند اللعيبه مش محتاجه كلام، يعني خلاص وقت الكلام خلص، احنا مركزين جدا في المباراه. يعني 90 دقيقه زي ما مستر لاسارت قال، شوط اول خلص بالنسبه لنا، ايا كانت حلو او وحش انت تركز في الجيم اللي عندك. اللعيبه عارفه المسؤوليه اللي عليها كويس قوي اتجاه جمهورها وناديها، يعني الجمهور برضو يعني احنا حاسين بالزعل، اللي هو زعلانين واحنا متضايقين ونفسيتنا تعبانه، والحاله النفسيه بتاعتنا طبعا بماتش المقصه ده ان احنا لعبناه، ده حافز لينا كويس ان احنا لعبنا كويس، وكانت بروفه جيده للمباراه بتاعتنا بكره ان شاء الله. نحاول نعمل اللي علينا ونحاول نأدي ونفرح الناس، يعني النتيجه دي بتاعت ربنا في الاول وفي الاخر، بس احنا عارفين جمهور النادي الاهلي بيرضى بالاداء الكويس. يعني انت عملت اداء كويس واداء جيد، النتيجه دي بتاعت ربنا، يعني هي لوحدها هتيجي ان شاء الله لما ربنا يلاقيك ان انت بتجتهد في الملعب وراجل في الملعب هيديها لك ان شاء الله. اعتقد كلام محترم الحقيقه، سواء من